السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعة السويهلة بمراكش، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. هاد الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. عيالات رجال بنات اولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 9 في شهر 3 2022، هاد الخيرات تاع الثور القزاري كي تشوفوا معنا. واش فين؟ واش غنقول عادل ولا عزيز؟ قول عزيز. شحال عادل؟ شحال؟ شحال عادل؟ وعادل شحال؟ اللي بغيتي فيه؟ ترقص في خير. لا لا لا. ويني شحال فيه؟ غادي يفوت 500. غادي يفوت 500. هي ثمن 11 و20. اجا زين. وهذا شحال تاع؟ شحال سي عزيز شحال؟ تيقولوا كاين شوية البيع والسلعة قليلة ياك؟ وكاين البيع شوية؟ شوية شوية. غير شوية. تيقول لنا عزيز غير شوية شوية. دابا حيت كاينين شوية البيع، كاين عند القزارة دابا، كاين حجات جالية جاو في الطيار طرقوا لي وباشي مزيان هادو باش ولا شوية البيع وشوية الإقبال. كاين واحد الجالية في إفريقيا راه تيطالبوا بفتح المعبر القرقرات. حنا ما كرهناش يدخلوا الملايين ماشي عنقر. شحال هادو؟ شحال؟ اصبر 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 عادي تصبر. بنبيعوا الحاج شحال؟ هما بربعة الملايين وستين ألف ريال، 43 ألف ديال الدرهم. وليدي مقدم فيا وفرن فيهم اللي ديتي لينا فرن بعتيهم. دوز عليهم بحال مزيان، دوز صورهم مزيان مليح. قول لي قول لي قول لي في اللايف. أنا قلتها ليه هاد الراجل راه حاكرني تبغيني غادي ياكل العصا. تنحيي اليوم فديتيها هذاك العرض الشهرين وانا واقف وهدر هذيك الساعه. واخا وهدر هذيك الساعه صافي ما عليك. هدرتي حتى تستاهل. الله يحفظك الله يبارك فيك. سي عزيز قلت لي 43 ألف تاع الدرهم. 43 ألف ديال الدرهم. السلعه مليحه مرقد من قلعه السراغنه تبارك الله. انا راه صورتك، انا صورتك وخليني عندي غرض هنا غير تاه. انا صورتك وهدرتي صورتك ماشي كما تشوفوا. هاد الخيرات في الاربعاء السويله بمراكش تنوريوها للجميع حبابتو على اي مشاهد قناه زيت المرجان. كانوا جوله الملاح جوله زينين كي تشوفوا معنا هنايا. عاد عادل وعزيز خوت هاد جوج ضراف والناس الله يسهل عليكم. ها؟ وقولها 60 درهم ولا 60 درهم لا قلاش. تيقول والطامو معروف هنايا تبقالا. تيقول لك فايت 60 درهم. فايت 60 درهم فات بحال ما تقر. تبارك الله عرض جيد. كرك اللحم فايت 60 درهم. وفيت ألف واو طامو وفيت ألف ولا فيت ألف. اليوم السيتريس بشحال غادي يتقام اللحم هنا في الأربعة السويهلة بمراكش؟ 70 درهم في الأربعة. في الأربعة السويهلة مال بقر زرق ولا بقر بلجيكي ولا شنو بقر؟ ما كان زرق. أو زرق ب 70 درهم؟ تسمع أنت الحاج السيتريس راه ها؟ وني بقر الزرق ب 70 درهم؟ لا 15 ها؟ بقر الزرق ولا شاروري هذا؟ شحال يتقام هذا؟ أبون
دابا هما تيغليو حيت تيبغيو يصيفطوا البقر لشي واحد تيهزوا الثمن ب 65 63 62 60 درهم كل واحد واش. واني لا كان السيد غادي يخدم راسو ب 11 و40 11 و60 هادشي اللي كاين. قال لنا الحاج عبد الحكيم هنايا راجل قديم تيبيع وشري في الدور ما كاينش اللي يشري مشراه. شحال وشحال فيه هذا؟ وهي 13 و40 تبارك الله. شحال هذاك؟ ها عمر شحال هذا البلجيكي؟ هنا الزيتون هذا البلجيكي شحال؟ عطنا في جوج وثلاثين وراه بجوج هما بجوج بشحال بجوج؟ 750 750000 750000 مرقد ام رحماني غادي يكون مزيان المرقد هادو في الاربع سويله بمراكش نحييو الناس اللي تكتب لينا التعليق او الكومنتات هي لا ترجال بنات ولاد تحياتي لهم كبيره ما لهاش الحد وكل مشاهد قناه زيت المرجان في المكان داخل الوطن وخارج الوطن. والحباب تعنا مولي الادارات الكبرى في المملكه المغربيه من يشاهد قناه زيت المرجان تحياتي ليه كبير. شكرا لك صديقنا كما تشوفوا هاد الخيرات هنايا في الاربع السويهله بمراكش هادو كلهم احبابنا كلهم تنعرفهم قادمين ماشي يلا عرفناهم ويني صباح وشويه الثمن حيت كاينه الجاليه المغربيه جات لا راه كاين اقبال كاين اللي اقبال في السلعه الثمن تاع 394 وكي تم شحال اللحم تقريبا اليوم؟ اللحم 60 درهم 61 درهم هاد البقر شراك؟ الله يحفظك الله يبارك وين تقول لي 61 درهم هاد البقر شراك؟ زاد 100 بلجيكي ولا ب 65 بزاف ونهار حد الله يلفك حتى عرفتي علاش كاين الشركة جات ولا يقبال ولا الناس تاكل وتشرب وتفجط مع بعضياتها الحمد لله راه كاين الرواج في كل حاجه تتقى اجي تدخل السوق عند الكزاره ولا لا تدخل السوق عند الكزاره ولا لا تو على الجزائر كنقول لها 120 وحيه والو ماشي ندير حاجه نقول لك والعربي البقر يبكي ويقول لك الله يحسن العون للجميع تنحيي وكل مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان داخل الوطن وخارج الوطن احنا في الاربع السويهله بمراكش هاد الخير هاد راه ب 450 444 هادي شحال؟ تباع ب 400 وعقب تباع ب 446 سير اي دار سير 80 ريال اللي قال لك هذا تمنى اتات على عندي هنا تمنى بيه 80 يلا سير اي دار سير سير الله سير ركوان ركوان واش شحال لحم اليوم شحال؟ هاد تديتي ب 11.80 تديتي ب 11.80 واش بغيت نبيع انا؟ والفواد لك والجلد لك 10 100 الناس كتخطا وهذاك الفواد وهذيك الجلده وهذاك نعطيو 140 حتى الورزازات ما بغاش يجمع لي رجليه هادشي علاش تنحييو كل مشاهد قناة الزيتون المرجان هذاك العرض البلجيكي تباع ب 11.80 59 درهم باش تباع هذاك العرض كما تشوف هاد الخيرات في السوق 80 ريال تبارك الله
وشحال الخيرات السي مصطفى؟ هذا تبارك الله. عرض عرض جيك انت ودي السي مصطفى. السي مصطفى انت قلت يبيع 20 في التون الجزائري هنايا في الاربع السويلات مراكش مع الدين مالكول. واحمد مصطفى ترافات راجل معلم مع الدين مالكول فرخ زين اخويا. عرض 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 مصطفى راه معلم ماشي سهل. الشيدمي مصطفى الشيدمي درافات وراجل مخير في لابعة سويلة بمراكش. نحييو كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان والحباب تاعنا الغالين، أهلا بكم جميعا. ياك إن شاء الله ما تنسوش ديروا جيم على قناة زيتون المرجان والحباب تاعنا الغالين. راه السلعة قليلة وتيقول لك الكامكوات اليوم ما خدامينش ولا السلعة قليلة وهذا الشيء اللي تيقولوا. هاد الخيرات في الاربع السويهله بمراكش السلعه راه كما تيقولوا قليله والبيع شويه هادي، واللي كاين الرواج على الجزيره في بلايص السواق.